الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك بعض الدعايات التي تروج بين العامة أن القيامة ستكون بعد كذا من الزمن ويحددون وقتها، فهل الذي يصدق مثل هذه الدعايات يكفر؟ نعم، هذا من ادعاء علم الغيب وعلم الساعة بالذات. الله جل وعلا لم يخبر به أو يطلع عليه نبيا من أنبيائه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يطلع على هذا. عنده علم الساعة ولا يعلم متى تقوم إلا هو سبحانه وتعالى. الذي يدعي أنه يعرف وقت قيام الساعة هذا مكذب لله ولرسوله. نعم.